ديال انها حاطه استراتيجيه التنميه واش هي المعاناه ديالو والمشاكل ديالو نحاول من هذه النقد الحضاري عمليه خدامه واش غادي يبقى عندنا هذه الحصه ديالنا ديال 700 ما يمكنش الحديث على اللباس الموحد دون الحديث على المشروع في شموليته. انا كيف قلت المشروع ديال التعاوني الطاقسي في الديك هو واحد المشروع اللي تبنى الاستراتيجيه ديال الجوده الشامله. بالتالي الحديث على 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 البدله دون المستويات الاخرى بحال غادي نبطلوا المشروع. فالبدله هي جزء من هذه الاستراتيجيه اللي حنا تبنيناها. يعني كيف قلنا من خلال البدله كنجاوبوا على الحاجه ولا الاحتياجات ديال الزبناء ولا المطالب ديال الزبناء ديالنا. من المؤخذات اللي كاينه على الزبناء وحنا نستمع من خلال مواقع التواصل، من خلال الجرائد الالكترونيه، من خلال كنستمعوا للمؤخذات ديال الزبناء ديالنا. فحاولنا في هذا المشروع اننا نجاوبوا عليها. والبدله جزء، كاين التعامل، كاين العلاقه ديال السائق مع الزبون واللي خصها يتحترم فيها الزبون ويتحترم فيها السائق كذلك من طرف الزبون. السيارات غادا تكون نظيفه، عندها واحد الرائحه زكيه اللي غتكون كتميزها، وغادا تكون كذلك البدله. دونك هذا هو، يعني ماشي البدله هي الهدف، البدله هو جزء من الهدف ديال يعني نخدموا على الجوده، يعني باش نجودوا الخدمات ديالنا. فالبدله جزء مع الاجزاء الاخرى اللي تكلمت لك عليها. 50 سائق في افق ان شاء الله اواسط ديال شهر 8 غادي نوصلوا ل 150 سائق، وغادي نتموا غاديين هذا، لانه كل ما توفروا يعني كانوا يعني تكونوا السائقين وكانوا موجودين غادي ينطلقوا للمجموعه الثانيه، وهكذا في افق ان شاء الله ان التجربه تعمم. اكيد هذا امر كنقول لان اختارينا مساله تاع الجوده، فهذا امر لا رجعه فيه، وهذه قناعه حاصله عند الاخوان كاملين اللي كتشوفوا حاضرين اليوم.